أكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية. وفي تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أشار المحافظ إلى وجود تنسيق تام بين الأجهزة المعنية لإزالة أثار الأمطار. هيئة الأرصاد الحية بتمدنا على مدار الساعة وال 24 ساعة بخرائط جوية، وبناء عليها احنا خدنا القرار في ان مدينة كفر الشيخ كمدينة مش هتتعرض لحزام الامطار المتوسطة او الغزيرة، لكن الخرائط بتقول ان المراكز الشمالية عندنا اللي على البحر الابيض المتوسط مدن وقرى هتتعرض لامطار كانت من الساعة 2 لغاية الساعة 5، وده فعلا حصل لغاية حوالي الساعة 6 الصبح، وبالتالي كان حتى تعطيل مصالح او دراسة ما كانش مطلوب، لأن احنا كنا معطلين الدراسة أمس، والحمد لله تنبؤ بالأرصاد طلع جيد، الدراسة كانت شغالة النهاردة وهي انتهت، لكن الطقس الحقيقة متقلب.